نسبة الخفض الجمركي بتمثل قد إيه؟ يعني 30% من قيمة السيارة نفسها ولا من قيمة الجمرك بتاعها؟ خلينا نقول 30% هي مش 30% حقيقية، 30% دي تنسب إلى قيمة الجمرك، لأن إحنا عندنا الجمرك بيمثل من قيمة السيارة 40%. إحنا بننزل بأن 7 سنين كل سنة 10%، فأصبح المتبقي بعد 7 سنوات يبقى إحنا لو جمرك 40% إحنا انخفضنا 28%، فاللي باقي من قيمة الجمرك هو 12% من قيمة الفاتورة، 12% من الجمرك فقط وليس من سعر السيارة، لأن السيارة زي ما تفضل سيادة اللواء قال لحضرتك إن في عوامل. 12% من قيمة السيارة، لا 12% الفاتوره، لا ما هو قيمه الجمرك، قيمه الفاتوره، قيمه الجمرك 30%. انا كده اتلخبطت. جمرك 30%. طب ناخدها واحده واحده. بص حضرتك، هي الجمرك بقيمته 40%، تمام، قيمه الجمرك بتاع العربيه 40%، بيحصل انخفاض 10% سنويا من قيمه الجمرك، يبقى 30% وليس قيمه السياره، يبقى 30% اللي باقي 30% من قيمه الجمرك وليس من قيمه السياره، لان السياره ما لهاش دعوه. السياره 12% من قيمه السياره، السيارة ملهاش دعوة خالص بقيمتها، احنا بنقول على 12. طب قيمة الجمرك مش يعني بتعتمد على قيمة السيارة؟ يعني لا، او على السي سي بتاعها؟ بتاع السي سي، احنا بنتكلم على السي سي، احنا اللي بنتكلم 12% دي من قيمة الجمرك، اللي هو باقي من قيمة، يعني اللي باقي من قيمة الجمرك على السيارة هو فقط 12%، لان هو كان بيمثل 40% مش من قيمة السيارة.